علي بن شيخ صحيح نصاب بالغيره شويه لما تشوف السنغال في النهائي مع المغرب نغيره شويه من حقنا نغيره تصاب بالحشومه شويه وبالاحباط لانه هذا هذا الدوره في بلدك اجرت في بلدك انت خسرت مع السنغال ثلاثه ومع المغرب ثلاثه وكاين الناس مازال تصح في وجهها وتقول ما واش الخطا تاعي معليش لكن الى اين نحن ذاهبون وين رايحين بهذه الطريقه الناس راهي تزيد تكذب والناس هي تقول بلي احنا ما خدمنا احنا جينا جدد وراح نديرو بروغرام ونديرو لي زاسوسياسيون لي زاكاديمي ولا فيديراسيون حدي لي زاكاديمي با ان بو بارتو هل هذا هو الحل راح يدخلونا في حيط لانه احنا انا قلناها من الان ماشي على 10 سنوات تقولوا لنا ما هضرتوش انا قلنا باش ما عندناش لو بوفوار هذا السنغال احسن منا في لاباط ولا في الاموال باش يقدروا يديروا في 15 شهر خمس القاب 15 شهر والبارح حاجه اللي زغضتني سونغور كي دار ديكلاراسيون هذه سمعناها مقبل غير خلاص خرج من مطار من ملعب براقي راح على الوحده تاع الصباح كانت راح رقد ودوا من داك الصباح تنقل مباشره باريز. الى الارجنتين باريز والارجنتين هذه غير تكرد غضتني اليوم راح يلعبوا كوب دي موند راهم يلعبوا السنغال اليوم كوب دي موند مع الجابون رسمي مع الجابون الى عندك لا كابتور وريها لنا سفيان السنغال راح يلعب كاس في العالم اقل من 20 سنه في الارجنتين هاد الناس راهي هربت علينا بزاف الوغ حنا كنا ما نقولش نضحكوا عليهم ولكن حنا كنا نبانوا كاننا قراب من اوروبا حنا نعرفوا خير من افريقيا السوداء ولو اننا حنا كامل اوني دي افريكا تم قبيل قلت له محمد ولا سامر ما شفتش محمد وسامر قلت رحتوا للمالي قالوا لكم سويفي الكودرون وهما كي جاوا هنا قالوا لهم وين نروحوا سامر قالوا لهم سويفي لارجون تبعوا الدراهم يقولوا لكم ورانا ماشي كيف كيف الناس راح تخدم تما تخدم تاع الصح ماشي يجيبوا ناس يصحاب المعرفه وصحاب تيبا ويحط لك مونترينور يخدم له اللي هو حنا فسدت حنا الفساد راهو في الدم وراهو خطير يعني دونجي واحد ما ينجم يحبسه الا الدوله خطير خطير خطر 80% سون كورومبي فسدو خلاص كونسير خلاص كونسير راني نقول لك الدواء تاعو كيما هذاك لا كونغران الدواء تاعو عند الدوله هي اللي تقطع سينو والله العظيم غير نروحوا من الفضيحه للفضيحه للفضيحه والناس هاربه هذه قلت لك عليها هذه تكلم انت يا قبل ما نتكلم على السنغال يفو فيليسيتي لو سنغال اي لو ماروك لان هاد الزوج اللي لي فيدراسيون يخدموا انا واحد ما يخدم ولحقوا ويعطيهم الصحه دركا نتكلموا على انت قلت في 15 موا 5 تيتر علاش ورينا ايه علاش باسكو هما كي قعدوا في الطابله ما جابوش الجورناليست اللي يمشي يمشي بالكف وحاشا المهنه هذه ما جابوش هذاك اللي كي هذاك قعد رئيس اتحاديه دور به ناس تاع كره القدم كي اجتمعوا كيفاش رايحين يصوفيو الفوتبول كيفاش السنغال بلادنا كيفاش حنا بلادنا نوليو نديو لي تيت ونوليو ريفيرونس اون افريك ونبيعو قال لك ونبيعو سمعت واش قال البريزيدون تاعهم قال لك ونبيعو هاك تسمعني على هذيك لحقوا في 15 شهر داو 5 تيتر علاش؟ اني عطيتك على واش يكونوا قالوا في لارينيو؟ وهاليك الماتش تاع اليوم مباراة تاع اليوم السنغال مع اليابان نيجيريا دار 0-0 وايطاليا مع البرازيل هام لك مباريات تاع اليوم كوب دي موند اوفا واش يكونوا قالوا كي اجتمعوا لي دي تيكنيسيان تاع الصح لاعبين تاع كرة القدم ماشي الخبازين اللي يحبوا شي لي بولونجي اللي يحبوا الدريوش واش يكونوا قالوا يقولوا فلارينو من بعد ما هضروا دي كورتيكا وكلش يقولوا عندنا حاجه الاولى اسكو في السنغال عندنا لاباط ينطقوا الاخرين يقول لهم وي عندنا دراري كاع الناس تلعب كره القدم بالحفا في الخلا بروس بارتو عندنا
ماشي الخبازين اللي يحبوا ماشي لي بولونجي اللي يحبوا بريوش دريوش واش يكونوا قالوا يقولوا فلارينو من بعد ما هضروا ديكورتيكا وكلش يقولوا عندنا حاجه الاولى اسكو في السنغال عندنا لاباط ينطقوا الاخرين يقول لهم وي عندنا دراري كاع الناس تلعب كره القدم بالحفاف في الخلا بروس في بارتو عندنا انا نشوفوا في ليتيت اللي داوهم هذا الا وجي طلع ومن بعد الشان ومن بعد داو ايديسات شوف شوف ها ان شاء الله تكون زعزعت حاجه فينا هذو لي ايفا سمير شوف ردوا عليه قول زعزعت هذه في مصر هذه في مصر سامحني هذه ايفا اللي على جالها كي داو هاد لا كوب دافريك راحوا هما ونيجيريا وتونس حنا ما تكاليفيناش مام با لا كوب دافريك هادو ما راح يلعبوا الان كاس العالم في الارجنتين هادو لي ايفا رضوان نوليو 9 شهور اللور احنا فزنا على المغرب يدي 7 في النهائي على في كاس العرب واش وقع بين في 9 شهور هذوك باش المغرب فازت علينا بثلاثه مقابل صفر وراه المشكل هل هاد الناس كانوا يخدموا وحنا كنا نايمين لا يعني هنا نقطة استفهام هما كنا لاتين اسمح لي كنا لاتين بالتكسار هذا يكسر هذا اي اون اسباس دو 9 موا اون اي بوتيت 3 بريزيدون فيدراسيون مي من من بالك 3 ديريكتور تكنيك ناسيونال ما نغطيش الشمس بالغربال اونتري طون تيليمينينا في لي او 20 هضرنا ديك النهار على لي او 20 طوال لي ايليميني ومن بعد روبيشي ومن بعد زدنا ايليميني ما نقولوش بلي دينا كوباراب كوباراب كاس العرب ايفان تروا غير معترف فيها من طرف الفيفا باش نشوفوا هام لي كومبيتيسيون المعترف بهم اللي جا موتسيبي لهنا حضر الدوله لي كوب دافريك وراحوا الناس لي كوب دي مون ما تقوليش دينا كوباراب ومع اليمن ومع ولا هذيك اللي كنا نلعبوا اليوناف اليوناف تاع شمال افريقيا تونس الان يلعبوا كوب دي مون تاع لي ايفان ويقول لك في اليوناف حنا ربحناهم هما كيفاش هما راهم يلعبوا كوب دافريك حتى ما قدرتش اوفا تروح تلعب كوب دافريك في مصر والناس اللي تلعب كوب دي موند الان في الارجنتين حتى ما كاش راك باي باي بارتو ما كاش واش حبيت تضيف عليك الله نسيت راحت لك لا لا اللي قلت لك واش صرا بين 9 شهور لما فزنا عليهم هنايا في كاس العرب من بعد 9 شهور هم فازوا علينا 3 مقابل 0 في كاس على من على الاي دي 7 المغرب والجزائر هما يعملوا لا فيديراسيون تعمل ما تهضرش بزاف تعمل ويحطوا لي كومبيتونس ونعطيك ان بروف بلي كومبيتونس انت لورسك تشوف السنغال كيفاش تلعب كره القدم والمدرب واسمو تاع المغرب شيبا كيفاش دخل سير لو بلون تاكتيك صح كيفاش دار لهم تاع لو بلون تاكتيك غومون اي بورتون دريريات عندهم واحد زوج ولا ثلاثه مره كبك لي طوال الاخرين كاع صغار درسهم مليح لي دو جوار لي تكنيكمون ملاح دارهم رون بلاصو هذاك الكوشي ولي ملهي هذاك اللي دخلهم من بعد كيفاش دخل سير لو بلون تاكتيك صح كيفاش دار لهم تاع لو بلون تاكتيك غومون اي بورتون دريريات عندهم واحد زوج ولا ثلاثه مره كبك لي طوال الاخرين كاع صغار درسهم مليح لي دو جوار لي تكنيكمون ملاح دارهم رون بلاصو هذاك الكوشي ولي ملهي هذاك اللي دخلهم من بعد ديرونا فيديراسيون مليحه وينحيوا الفساد باسكو نقول لك حاجه تجيب مام لا فيديراسيون انجليز بهاد واش صاير في الفوتبول اقسم بالله ما تافونسيش كاين زوج حوايج خويا نيطواي الفساد كونترولي لارجون الدراهم لازم يكونوا مكونتروليين خويا باسكو الدراهم اللي يديروا هاد الشيء كاع توتي بازي على جال الدراهم ولا ما داروش هادي ما نزيدوش نقولوا السنغال المغرب ممكن تونس قلت تونس كنت صراحة كوب ديمون ما نقولوش نورمالمون ما نزيدوش نهضروا على هذوك نهضروا غير على العيوب ديالنا غير في العيوب واحد ما حب يتحرك هاش قلت لك انا جاب لي ربي رضوان لازم تخدم مخك شويه صيب حرفه ما نزيدوش نهضروا على هاد الحوايج باسكو على سي فولي سي با نورمال انت شفت المباراه مع كل حاجه كنت في الملعب ومن بعد نتكلم على حضور المباراه في الملعب انت شفت المباراه قلت لي السنغال ما قنعونيش مليح في النهائي قلت لي كان عندهم دي لاكون بدليل انهم وجدوا صعوبه كبيره شوف علاش داري على كل حال قلت لك المدرب تاع المغرب درسهم ولعب لهم سي لو بلون تاكتيك غلق لهم كاع الاخر وقعد يستنى فيهم طون زون طون وين يبريسي هكذا وين الغلطه السنغال ولا شفت لي ديفونسور تاعهم يمشيو البالون هكذا بصح اونتر لي ديفونسور
ولا لين داتاك تاع السنغال كان فراخ كانوا حطوا كاع ولاو يرميو في السماء يقول لك حنا طوان جوزو نو غلطه يفالي كونتيني ا جوي او بالون شاف المراكم وقد قصر شويه بصح كانوا حرين كانوا يطلعوا كانوا عندهم زوج ممكن لي طوال مي هذيك غلطه حط الكره قدم ولعب كان الفيد بيناتهم وعندهم ان ديفونسور اللي انا عجبني بالبزاف السنغال كات هذاك الكات نيميرو كات هي صح انا نشوفه في الصور تاعهم بلي والله رير لاتيرال تاع المغرب ولو هما كاع ملاح مي لارير لاتيرال تاع المغرب دروا وقيله بروما ميطو طالع 17 هو اللي ملاح واللي طالع 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 رقم 17 تاع استخدم الناس استخدم وحنا كيف علاش وعلاش يا ودي نحيونا قاعد الناس البريكول البرون دو لارجون سي تو هم خالصين ويديو في دراهم واحد ما في الفوتبول ما في بلاستو واحد ما راه في بلاستو لازم يدخلوا الدولة تدخل وتنقي من بعد الكارثة هذه كاع خسرنا من فوق للتحت واحد ما حبي يتحرك كيف تحب احنا نتحركوا احنا انا نهضروا لو كان انا ما تخلصنيش ما نجيش نهضر نروح نقعد في داري انا راني خالص راني نهضر ندينونسي على كل حال افيك كونسيونس ترونكيل انا ضميري مرتاح مرتاح شوف في سمير لا ما تشوفش انا مرتاح ايه كيف انا مرتاح كي نرقد مليح خاطرش ندينونسي واش هو صاير انا انت مقبله قلت غرنا هكذا قلت على المغرب لا على السنغال والمغرب كيف ملحقوا فينال ما نقعدوش نغطيو في السمج بغربال فينال والاخرين تكاو علينا بالكف كيما حبوا داو كل شيء ماشي نغيروا ولينا نحشموا ماشي حنا نحشموا حنا كي نتلاقاو بهم ممكن يقولوا هما ما يعرفونا مش لا يتبعونا كاع ما يشوفوا هما ما يقولوا ماشي حنا ما يقولوش واش عندهم لي يسيروا كره القدم ضعاف كدا ما عندكمش مستوى هما عليهم بصح هادو شكون جزائريين هم يهضروا على الجزائر كيفاش الناس ما تغيضاش الحال انا 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 انا, أنا وليت نحشم جو سوي تريست جو سوي فريمون تريست كي لحقنا لهاد الدرجه اي اوكين رياكسيون سمير اللقاء النهائي هذا عرف حضور ايضا مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي مدرب المنتخب الاول لكنه حضر للقاء بملعب نيلسون مانديلا اعجب كثيرا بهذه التحفه العالميه ملعب نيلسون مانديلا وشجع الاشباب اقل من 17 سنه لخسروا في هذا النهائي لكن الرباعي سيتاهل الى كاس العالم كل من مالي بوركينا فاسو لنشطوا لقاء النصف النهائي وايضا المغرب والكاميرون هادو كلهم راح يلعبوا كاس العالم السنغال عفوا اسمحوا لي السنغال مزيان عندي علي بن شيخاوي يتبع اليوم مكونسونطري هذا الرباعي راح يلعب كاس العالم حنا هاد لا جينيراسيون السلام عليكم خلاص راحوا لي اوفا راحوا لي اوفان 3 وزادوا راحوا لي اي 17 هل ما حانش الوقت نبداو نخدموا مع لي اي 15 على الاقل من الان باش دون 2 ans يكونوا سيدي اي 17 يكونوا في المستوى ومن بعد هادوك يزيدوا يطلعوا هي رايحه كيما دارت السنغال ماهوش عيب انك تكوبي مي حنا رانا نشوفوا باللي عم يحكيونا على اكاديميات والانديه راهي تاكل في الاموال وين رانا رايحين بها الناس سرتا حبت الاكاديميات باش يبزنسوا باللي جوار تاع الاكاديميات وي صح فهمتي صح ما عمش يخمو على كره القدم سمير قال كلمه مليحه ولو سي فالا بور تو لي كلوب قال لك لوسما جوز على عين بنيان هذاك لو كون دونترينمون مانيش عارف شحال فهمت على كل عمي تكون حاجه ضعيفه ولكن ما هو حابس هلك راح تغير كره القدم وان غرون كلوب كلوب كيما لوسما لاو الحق في نارد الكوب دو لاكاف ما عندوش الا خوت تاعو حابس دوبي اكس تون بور دي بروبليم جو كوني با ولي زوت كلوب ما عندهم حتى وين يدربوا كيفاش تتكلموا تقولوا اكاديميات ما كاش اكاديميات كاين سيرتان بي بوفر ما ينجموش لي كلوب تاعهم يديروا دي سون دونترينمون هذوك مقبول عليهم خاطرش وزيد كان حاجه وزيد حاجه لو كان الاكاديميات مانيش نقول ماهمش ملاح ينجموا يكونوا ملاح بصح نهار يكونوا رجال نزاهه دي جون اونيت يخدموا للجزائر ما يخدموش لنفوسهم اللي ياكلوا التبن والنار فيها ماشي ما يخدموا غير روحهم هنا دونك هنا الاكاديميات نو سي لي كلوب كي دوفري ترافاي هما والناس تشوف لي جون تاعهم شكون لي ميور باسكو ولات الخدع فيه كلش ومن بعد تروح يروح لي سيليكسيون
ابري يجوزوا كاع الاخر يروح لاكاديمي سو بريبار بور تال وتال كومبيتيسيون. واش عليه؟ مي هنايا ما كاش السينيغال على كي داروا كننجحوا باسكو لي جون سون اونيت. لي سينيغالي سون اونيت ما كاش فساد. اي سون اونيت اي سون اونيت. هو هما كي سيليكسيونيو لي جوار يجيبوا لي جوار صح ماشي تاع دير له ستاتيو انترناسيونال باش نروح نبيعوا في واحد البلاد صغيره في اوروبا. لا نو هما يخدموا بلادهم حبوا كيف السينيغال ما يشتدي لي تيت. لازم نوليو شوف هذاك لوبجيكتيف. حنا السينيغال 62 ما ديناش تيت بورتون لي زافريكان يلعبوا بارتو. غادوا من الحال غادوا على من؟ على بلادهم. هذا هو البروبليم. رضوان شيئين، اولا ركراكي ما جاش للجزائر باش برك يشجع الفريق. ركراكي عنده علاقه وطيده مع جميع منتخبات الشبانيه هنا تستنتج ماذا؟ هناك في الفيدرال المغربيه هناك استراتيجيه، يا ان بلون يا ان بلون بور اريفي دو بوان ا ا ان بوان بي. فهمت؟ هاد لا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند U17 صافي بارتي دون استراتيجي. وهما راح يديروا ثاني لا كوب دافريك تاع U23 يقدر يتاهلوا لي جولمبيك في باريس. شوف ملامح الاستراتيجيه كيفاش تبان. وركراكي في بارتي دو سا استراتيجي. ماشي انسان يسوكيب جوست دو ليكيب ناسيونال ويسون فو دو ريست. سي كيلكان كي في او ماروك كي سوي لا استراتيجي ماروكان او ماتيار دو فوتبول. هذه وحده. الشيء الثاني، انا بعثوا لي صافي كلكو جور بعثوا لي باللي رابيدمون بداو يديروا دي سكون ابل دي سيليكسيون ريجيونال باش يفورميو ليكيب ناسيونال او 15 باش نبداو نبريباريو. احنا في الجزائر المشكل يا اون بو فير دي سيليكسيون في الجزائر في تيندو في تون بريباريو ليكيب. مين نفس الاشخاص نفس المسيرين راح يديروا نفس الاخطاء باش دون دو زون تلاقاو هنا نقولوا رانا اخفقنا او كون افي اون افي بوتيت. بلا ما نسميو الاسماء، ولكن حبيت انا سمعت الاسماء اللي راهي دير في هذه لا بروسبكسيون. كاين الناس على مستوى لاديتيال ما تنحاتش بالوقت. محمد راهو مازال سي بيرسون سي لي ميم بيرسون لي ميم بيرسون يفشلوا بنفس الاهداف بنفس الاهداف على بالهم مين يجوا وين يحطوا هذه الجوال وين يدوهم على بالهم. يا رضوان حنا اذا اليوم ما درناش وقفه حبس كلش. اسمع حبس كلش. شوف كيس كي سباس تروفي موا دي سوليسيون يعني بوليتيك اديكوات. يفو ميتر لي موان سي اون سارات با ميتنون. معليش اون فا بير دو تروا زون معليش مي اون فا روبوندير باسكو اون بو كو روبوندير دو توت لي فاسون. رانا كيما قال لك رانا غير نحفروا لتحت. Est-ce qu'on peut pas s'arrêter, s'il vous plaît, une minute, faire un débat sérieux et proposer des solutions que l'État va prendre en charge. Mais si maintenant on va, on a l'impression qu'on fait, semblant de ne pas voir, out préparer une équipe ou bien comment on peut régler ça. Mais on peut pas régler ça avec les mêmes personnes, les mêmes raisons donnent les mêmes résultats. نكمل واش يقول سمير. ماشي افيك لي ميم بيرسون. قبل ما تنحي لي هاد لي بيرسون هادي اللي انا نورمالمون كاع يكيت لو فوتبول ماشي ما با لي سيليكسيون كيت لو فوتبول. لازم يكونوا دي ديبا علاش دياغنوستيك علاش لحقنا لهذا المرض هذا. بصح شكون اللي يدير ديبا؟ لوتوريتي. لا دوك نقول لك شكون. دوك وريت انت يا موتشيبي ومانيش عارف شكون لافريكا دي كاع وريتها لنا. شكون كان واقف معاهم؟ وزير الشباب والرياضه. صح الوزير هاوليك وزير الشباب والرياضه. كيفاه تسمى هنا نورمالمون هنايا داخل او فون راهي تاكلوا لان نورمالمون رانا في بلادنا هو الجيري العلام تاعنا اللي يطلع. صح اي اوكين رياكسيون على كاع اليميني. الور خويا اسمح لي سمعوا انا شويه نرفو سخون نهضر من نقول ما لازمش نزيد نهضر لان هايلك حاجه واضحه. محمد شوف رضوان انا عندي اربع نقط سجلتهم. كلمتوا على ركراكي سمير مشى للراجع ما لعبوا كوب دافريك ومشى للوداد ما لعبوا كوب دافريك. ودا كوب دافريك معاه. لا هذوما حضر حضر وراح شجع اللاعبين. نوليو الاي 15 نعطيك معلومة قلت هذيك نهار يوكاز كاين مدرب تاع يوكاز بصح ما كانش منتخب تاع فافرادار راهو يخلص عنده عقد وما كانش يفيد ما كانش الأكاديميات
لاكاديمي اليوم رضوان لو الحكمو اي دي 7 تاعنا 80% جاو من زاكاديمي تاع بلعباس ولا تاع البارادو هادو فشلنا وكاين اللي جاي مغتربين فشلنا ولا ما فشلنا 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 دونك الاكاديمي ما عندها غير حبسوا الاكاديمي باسكو الاكاديمي ماشي ماشي لافاف اللي ديرها نوليك لا بروسبكسيون مادا بيا نعرف الاسامي تاع لي بروسبكتور هذا ما كان ورا ما جاش لي بروسبكتور اللي راهم راح يشوفوا اللاعبين نفسر لا لازم يقولوا لنا لا روح لا ليغ ريجيونال دالجي تلقى شكون راه يخدم من تما في لا بروسبكسيون وشكون حطهم من تما روح لا ليغ دورون تلقى مادا بيا نعرفوا اون تو لو موند سي شكون راه يجيب شكون شكون راه يجيب شكون اي بور دي بور كان اوبجيكتيف مي ميتنون انا حبيت نقول سانت اسمح لي اني قطعتك سي سي اون فا ريفير لو ميم بلون افيك لي ميم بيرسون او فا ابوتير لو ميم ريزولتات انا نعطيك سامي نعطيك تجربه التجربه ديالنا فتات هما جازوا قبل منا في لي سيليكسيون جون حنا في الماضي بكري بكري نحب نقول لكم بكري بكري كانوا ما يحبوش تقول بكري معليش انا باش نافونسي لازم نشوف البكري اذا ما شفتش في الروتروفيزور ما غاديش نافونسي في الطوموبيل تاعي بكري يا رضوان يا سمير كانوا تعرف الفوتبول تاعنا كان حاكمينو لاعبين تاع جبهه التحرير الوطني في الشرق في الغرب وفي الوسط هما اللي كانوا يديروا لا بروسبكسيون ما شافوا وقتهم هما كاديت ولا كاد حنا هما اللي كانوا يديروا لنا لا بروسبكسيون وهما اللي خيرونا نظن باش خيرونا ما غلطوش هما اللي خيرونا ولحقنا المنتخب الوطني الاول ماشي كيما اليوم اعطيني الاسامي شكون هو يدير لا بروسبكسيون هذا ما كان واضح نغلقوا البطاقه الحمراء لكن قبل المرور الى كاس الكاف وممثلنا الوحيد اتحاد العاصمه حبيت نفتح قوس لانني حضرت اللقاء النهائي بين السنغال والمغرب ويبدو ان ذلك لم يرق لبعض او لعضو يعمل في العالم مستوى الاتحادية سي علي بن شيخ كان يطل وكان شافك انت بالك ما يعجبوش الحال قالوا مش جاي يدير هذا لهنايا يحضر المباراه في ملعب نيلسون مانديلا وهما يضلوا يكريتيكيو في التسيير تاع الاتحاديه وكانه الملعب خاص بالاتحاديه وهو ملك للاتحاديه اليوم وغدا وبعد غدا سنحضر المباريات لأن هذا الامر يتعلق بملاعب الجزائر وسيد رئيس الجمهوريه تشرفت بان اطرح اول سؤال عندما أعلن عن تأتشين هذا الملعب وقال هذا الملاعب للشباب لا أحد يمكنه أن يمنعنا من حضور أي مباراة في كرة القدم لأن البلد بلدنا الجزائر تاعنا وإحنا نقدر نحضره في أي مباراة حتى علي بن شيخ الفترة الجاية أنت مدعو للحضور للمباريات بالك ما لا يعجبهمش الحال كي تحضر لكن لا ماشي معهم فوباتنهمهم هم عن بالهم تاع لا فيديراسيون ستاد عن بالهم ممكن يحسبوا ديالهم كيف تشوف تسير كيف أجراه كل شيء ممكن الفترة الجاية أنت مدعو للحضور للمباريات بالك ما لا يعجبهمش الحال كي تحضر لكن لا ماشي معهم فوباتنهمهم هم عن بالهم تاع لا فيديراسيون ستاد عن بالهم ممكن يحسبوا ديالهم كيف تشوف تسير كيف أجراه كل شيء ممكن ولكن احنا نقول لهم اللي قال هذا ما يشعرش كل سيدة واحد يعمل في الاتحاد ايه ما يعملش يروح للاتحاد ما يعملش باسكو اللي يعمل صاف دير يترافاي بوس يعرف صح سانسير صح. سي سيريو افوار دو لامور بور سون بي هذا هو اللي يعمل صح ماشي اللي يروح للبيرو يقول لك نعمل او يعمل ماهوش يعمل راح للخدمه كان يروح يسخن الكرسي ويقعد ويخطط ماشي كيف كيف نقول لهم يا ولدي احشموا شويه كيتي الفوتبول هذا الدولة ما حبتش ممكن عندها دوتر بريوريتي مي شوية ان بو دينيتي ماجوريتي 80% كيتي الفوتبول بركات شوفوا واش راهم دايرين الجيران راهم دايرين العجب بورتو قادم كيتي الفوتبول بركات خاصة انهم ما كانش ما عندهمش يعني الحاجة اللي انه البعض ونقولها يعني باش نفتح قوس حاشا رئيس الاتحادية اللي كان حاضر تما ولا كلمة كانت من رئيس الاتحادية وليس بعضو في المكتب الفيدرالي الواحد يكون اربيتري دراي صغار بكري ولا الان ما عندكش لي كاباسيتي ديجا اصلا باش تكون في المنصب هذاك على مستوى الاتحادي وي قالك علاش جيت قالك هادو يضلوا يكريتيكيو فينا علاش يجوا للملعب يشوفوا مباريات السنغال مع المغرب نجيو للمباريات ونحضروا لانه البلد بلدنا والملاعب ملاعب الجزائر وليست ملك لاي احد والحمد لله كان الاستقبال رائع من طرف الجماهير وهذا اللي يثلج الصدور نغلقوا البطاقه الحمراء ونغلقوا هذا القوس ونروح مباشرة لكأس الكاف.